على عمق 60 مترا تحت سطح أرض موسكو، متحف يجسد فترة الحرب الباردة ما بين المعسكرين الشرقي والغربي. ترسم مؤثراته الصوتية والضوئية صورة مخيفة عن هجوم نووي يعود إلى حقب سابقة، في وقت لا يزال فيه خطر الهجوم قائما وسط ما تتحدث عنه نشرات الأخبار بشكل شبه يومي. فلا نار الصراعات خبت ولا صدى سباق التسلح خفت منذ لحاق السوفييت بركب مصنعي القنابل النووية حول العالم. تمكن الاتحاد السوفيتي عام 1949 من تصنيع أول قنابله الذرية، ما دلل على تساوي قدرات السوفييت الاستراتيجية مع تلك لدى الولايات المتحدة، فشكل عاملا ضامنا لسيادة البلاد. في حينها شاعت لدى إدارة البلاد السياسية مقولة مفادها أنه لو لم يصنع السوفييت قنبلتهم لأمسوا حقل تجارب بالنسبة للآخرين. أولى اختبارات القنابل الذرية السوفيتية بيّنت آثار الإشعاعات الناجمة عن انفجارها، ما بات عاملاً محدداً في بناء المخابئ المحصنة تجاهها، فمهد لبناء هذا الملجأ في أربعينيات القرن الماضي وبقائه كذلك حتى فترة الثمانينيات. كان الموقع منشأة سرية طوال فترة الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، فلم يدري المواطنون على امتداد عقود باحتواء المكان على مخبأ عسكري محصن مخصص لتموضع إدارة البلاد في حال تعرضها لضربة نووية. وتجلت أبرز أهداف الملجأ بالحفاظ على قدرة البلاد على صنع القرارات المصيرية واتخاذها في أحلك الظروف، أمر فسر تزويد هذا المخبأ وأمثاله بكل ما يحتاج إليه، سيما دوائر الاتصال المغلقة التي تمكن قيادة البلاد من إدارتها إبان النزاعات التي يستخدم فيها السلاح النووي. هناك اهتمام متزايد من قبل الزوار للمتحف خاصة في الفترة الأخيرة، وهو ما نربطه بالأحداث الجارية في العالم. تلفت الناس تساؤلات بشأن تاريخ الملجأ وظروف العمل فيه وأهدافه المتمثلة في ضمان إدارة البلاد في أحلك الظروف والأوقات. وفي عام 2007 فتح الملجأ الذي أصبح متحفاً أبوابه أمام أول مجموعة سياحية، ولا يزال كما لا يزال مدخله مموهاً بقلونسوة على شكل مبنى سكني بجانب محطة تاغانسكايا في مترو أنفاق موسكو. أريج محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.